في 20 من شهر تموز عام 2006 يوم الجمعة، زفت جمعية العفاف الخيرية 30 عريسا وعروسا، وذلك في مدارس دار الأرقم. نوحد جميعا يا إخوة. كما حضر حفلة الزفاف عددا من المتطوعين الذين تطوعوا بالمال والأجهزة والأثاث وغيرها. السيد بكر ريحان، وهو ريحان إن شاء الله، مساعد مدير عام البنك الإسلامي الأردني، يقدمون. وتطوعت عدة فرق لإحياء الحفل. كان هناك عددا من المدعوين من الأهل والأقارب. نتمنى للجميع السعادة والتوفيق، وألف مبروك.